واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ده معناها ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان يكون لله وحده، وأن تكفر بجميع من عبد من دون الله، دي لا إله إلا الله، كفران بجميع المعبودات التي دون الله، وإيمان بالله وحده وتوجه إلى الله وحده. يا جماعة بالعقل كده الناس اللي بيزعل شنو؟ بتزعل وتسوي مشاكل ليه شنو؟ زول يقول لك يا أخي أمسك في الله، دي لا إله إلا الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله شنو؟ إذا سألته فاسأل الله. يعني كان ده التنادي وده التنده، ما تقول يا سيدي الحسن زي ما قال زول استعماشي بيجاي وكلكم سمعتوا، قول يا الله، قول يا الله براه، ما تقول يا النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، الغلو في الأنبياء، الغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء. الغلو شنو؟ إنك ترفع من مقام العبودية إلى مقام الإله، لأنه النبي عبد لله، عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد لله، والأولياء كلهم عبيد لله عز وجل. فإنك الغلو إنك ترفع من إنه العبيد لله تبقيهم آلية يعبدون مع الله. كيف يعبدوا مع الله؟ الواحد يسأل ده سؤال، يعبدوا مع الله يصرفوا شيء من العبادات التي أمر الله بها العباد. ربنا أمرنا ندعوه وحده، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ربنا قال ادعوني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. كيف لمن العبادة دي حقت الله وحده، الخلق لي الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تشيل من الله الدعاء ده، بل تقول يا الله تلحقني ويا الله تفزعني ويا الله تديني الجنة، تقول يا الأولياء تلحقوني ويا القوم تلحقوني ويا سابقية ويا يا بني ويا ود بدر ويا ود حسونة ويا رجال العيلفون ويا ابويا المكاشي ويا ابويا البرعي. انت بالطريقه دي بالراحه يا زول، بدل السؤال ده تسال ربنا وحده وتدعوه وحده وتناديه وحده وتستغيث به وحده، عبدت دين معاهم لانك ناديتهم، لانك دعوتهم مع الله، سالتهم مع الله، استغيث بهم مع الله فيما لا يقدر عليه الا الله. لانه ربنا عجل هو الذي يغيث، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، هو الذي ينجي من كل الكروب كما قال، أي كرب ينجيك منه الله وحده. ديل ما قادرين، ديل ما بيسمعوا، ذلكم الله ربكم له الملك، ربنا له الملك كله، وربنا هو مالكك وخالقك، خلقك الله، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما في خالق غير الله، هو الذي خلقك وهو الذي يملكك ويدبر أمرك، فكيف تلتجي إلى غيره؟ ذلكم الله ربكم له الملك، مالكك وخالقك ومسويك ومدبر أمرك، تدعو الشيخ ليه؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال بتدعو مع الله ده خالق شنو؟ خالق فيك صوفة، خالق فيك شنو عشان تنادي وتدي حق الله؟ ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ليه نفسه ما بيملك نفع ولا ضرا؟ عشان كده لما يعي يسافروا عندك قصيده مصر المؤمنه، الشيخ سواها لي شنو؟ سواها لما جاته حسوه، زول بيمرض وما بيملك لنفسه نفع ولا ضر، ما بيملك لنفسه نفع ولا ضر، كيف تناديهم وكيف يلحقوا؟ فمالك النفع والضر هو الله وحده، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويريدك بخير، عندك رزق بيجيبه لك الله، ما بيجيبه حجاب.
فلا راد لفضله، ما في عارض برده، ما في زول برده. إذا ربنا كاد وليك ما في زول برده. ذلكم الله ربكم له الملك وله الخلق وله الأمر، له الخلق والأمر. والذين تدعون من دونه دون الأولياء كلهم، كل الأولياء الفراسة من أبو بكر الصديق والتنازل دون الله، الأنبياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنازل، الملائكة من جبريل والتنازل، كلهم دون الله، وكلهم مخلوقون مملوكون لله عز وجل. والذين تدعون من دونهم من دونه لا يملكون من قطمير. قطمير ده حاجة بسيطة، البلحة تلقى المصاصة بتاعت البلحة فيها قشرة كده، كان حبشتها بيدك الهوى بشيلها. ربنا قال دي ما بيملكوها، ما عندهم، كلهم الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة ما عندهم دي، ما بيخلقوا. ضرب الله، يا أيها الناس ضرب الله مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أبواتك الشيوخ الحيين والميتين كلهم لو قاموا ما بيخلقوا ذبانا. ربنا قال ذبانا ما يخلقون. يجي عبد الرحيم البرعي قال سيدي أحمد الطيب البشير خلق مرة من عود. الخلق اللي يبنوه يا ناس لله عز وجل وحده، وربنا قال ضبانا ما بيخلقوها. فهل بعد ذلك من كفر وإلحاد؟ قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، في الليل الهادي بنادي سيادي. ربنا قال مهما ناديتم ما بيسمعوا، وربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كان سمعوا الميتين ديل، ربنا قال ما بيسمعوا، وقال لو سمعوا ما بيستجيبوا لك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا قال مناداتك للأولياء والصالحين ونديهتك له شرك بالله عز وجل. فالمسلم ما يزعل من كلامنا ذا، والله نحن ما قاصدين زول ولا نبزنا زول، ما قلنا زول دعافين ولا شين ولا كذي. نحن بنقول للناس أمسكوا في رب الناس، أمسكوا في الخالق، أمسكوا في الرازق، أمسكوا بالذي بيده النفع والضر. قال الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، دون الله لا بينفع ولا بضر، ونرد على أعقابنا للكفر إذا دعينا من دون الله أحد، مهما كان هذا الشخص نبي ولا ولي ولا صالح ولا طالح ولا جن ولا إنس. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران لأنه دعا غير الله والتجأ لغير الله عز وجل. وربنا قال ما بيسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. اللي بيتنادون ديل ربنا سمى شرك، وبعدين يوم القيامة تكون العداوة بينكم والبغضاء بينكم، لأنه هنا في الدنيا ما كانت محبة في الله، المحبة للشيوخ ما كانت لي الله، والزعل ما زعل لي الله، ما غضب لي الله. انت تغضب من زول يقول لك امسك في الله برا، زول يقول لك الغيب ده حق الله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ده كلام الله. الشيخ ما بيعرف حاجة، ما بيعرف البكرة، ما بيعرف الرائحة، ما عنده شيء، ما بيعلم بكرة اللي بيجي وش دي، ده كله حق الله. زول يقول لك الكباشي ما بدي جنا، ما نبزنا الكباشي ولا نبزنا قبيلته، قلنا ما بدي جنا في حاجة. انت زادك عن قلت لك يا فلان انت ما بتدي جنا، ده كلام ما بزعل، ما بدي جنا، الجنة بدي الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله. فالله عز وجل بيده هذه الأشياء كلها بيد الله عز وجل. انت بتزعل ليه وبتغضب ليه؟ والله لو قال لي الله ده ما غضب لله عز وجل أبدا، ما بتغضب، لأنه ده إحقاق الحق، حق الله التوحيد، تنادي برا، تنده برا، تحلب به برا، تخاف منه برا، لأنه ما في زول. الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ربنا قال أليس الله بكاف عبده، ربنا ما كافي، لأنه في ناس
كانوا يخوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين. والله يقول يا أنا ديل ناس اللات ديل خطرين ديل ديل والله يقوموا عليكم فخوك. نفس الحكاية الليلة وتلقى زول لسه يسمع كلام ما يكون مضايق يا حضير بتكلموا فيه الأولياء أشهر أن جاء الحاجة من السماء. يا زول ربنا قال أليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما كافي. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الإنسان الخوف هذا لا يكون إلا لرب الناس الإله الخالق الرازق. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.